قال في شاب يجادل في القدر ويقول الذين قدر الله إنهم يدخلوا النار أليسوا مظلومين قبل أن يعملوا سوءا، وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس في الجنة والنار قبل قيام الساعة؟ ده السؤال الأول. القدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. وأن يحتج الإنسان بالقدر في معصية الله سبحانه وتعالى هذا من الباطل وهذا من الضلال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل ذلك بقدر. لكن يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى في القدر جعل لك انت مشيئة او إرادة وبين لك سبيل الحق والرشاد، فهمت؟ يعني الليلة انت الليلة ربنا بين لك الحق والباطل. الليلة ما ممكن يا أخواننا زول، ما ممكن زول يكون عاقل ويكون زول تمام وربنا خلق له مشيئة وإرادة يقوم يخلي الأكل، يقول لو ربنا كاتب علي الأكل أو كاتب علي إنه أشبع بشبع من غير أكل، ولو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي إنه أتزوج من غير ما أمشي أدق لي باب أو أمشي أتقدم أنا بتزوج، أو إنه أنا لو ربنا كاتب لي أنجح في الامتحانات دي وأمر بنجح وبمر من غير ما أمشي أمتحن ولا أحضر محاضرات ولا يكون فيها تندس ولا أي حاجة، في زول بيقف معاك لو قلت الكلام ده؟ ما في زول بيقف معاك، ده في الدنيا. كذلك الآخرة ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا ابتلانا في الحياة الدنيا دي عشان ننجح في هذا الامتحان والاختبار، وربنا بيّن لك، ربنا قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ربنا بيّن لك قال لك الشارع ده نهايته رباطة ونهايته مجرمين وناس كتلة بيقلعوا قروشك وبيقتلوك وبيدعوك في حفرة، والشارع ده نهايته ناس طيبين بيضيفوك ويأكلوك وعندهم حمام وترتاح، فهمت؟ وبتصل محل ما انت واصل. وقال لك ده أوعى منه وده مكتوب عليه وكذا وده مكتوب عليه وكذا، وده أنا بقوم برسل لك رسول بيقوم بيوريك بتمشي بجاي بيوديك النار، بتمشي بجاي بيوديك الجنة. تقوم انت بعد ما ربنا قام عليك الحجة الدامغة دي كلها تمشي تضل تقول للرسول لا انا ما بسمع كلامك وانا بمشي براي، فهمت؟ وبعد ذاك تمشي هناك وتجي تقول تجي تستدل بالقدر، فده يا اخواننا كلام باطل. عشان كده الاستدلال بالقدر هذه حجة واهية وحجة داحضة وحجة باطلة، فهمت؟ فربنا بين لك الحق من الضلال، فانت تعمل، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، منو قال لك انه ربنا كتبك من الاشقياء؟ هل اطلعت على الغيب؟ ما اطلعت على الغيب، لكن في ناس كده، في ناس ما دارين طريق الحق، زي ديل زول يجيبوا له ايات وحديث ما بيرضاه، فهمته؟ لكن لما يجي الكلام الباطل والكلام الفارغ والفاسد تلقاه يخوض فوقه. ولذلك يا اخواننا ليس لانسان حجة في القدر، ليس لانسان حجة في القدر، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك السبيل وخلق لك العلم والقدرة والإرادة. وربنا ما أخذ، شوف رحمة الله دي كيف، ربنا ما أخذك بالشيء الما بتقدر عليه أو الذي ليس بقوتك وقدرتك. زي شنو؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظرة الفجأة، طبعا النظر إلى الحرام حرام معروف وتقصد هذا حرام وهذا إثم، لكن أنت قد تكون إنسان طيب وصالح وفي يعني واحدة ماشية مثلا ماشية متبرجة وأنت ما قاصد تعاين لها فقمت عاينت لها من غير ما تقصد، تعمل شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اصرف بصرك. ليه؟ لأنه ده ما عندك فوقه قوة ولا عندك فوقه قصد ولا إرادة، لكن أنت تمشي من هناك وتقعد تعاين، تفتح تخش اليوتيوب مثلا تعاين للمواقع الفاضحة وتمشي تعاين تمشي لك كوم بتاع نسوان تقعد تعاين لين وتجي تقول قدر الله وما شاء فعل. عشان كده عمر بن الخطاب لما جاء واحد وقال له
وقبضوه سارق ودارين يقطعوا ايده، قال انما سرقت بقدر الله. عمر قال له برضو ونحن نقطعها بقدر الله. فهمت؟ فما عندك حجه انت في القدر عشان تقول ليه وما ليه. ولا يسأل عن فعل الله سبحانه وتعالى بالعلة، لكن انت الواجب عليك ان تعمل بالحق والصراط المستقيم حتى تنجو. عرفته؟ طيب، قال ما مدلول الآيات التي تقول عسى مثلا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا؟ العلماء قالوا هذه واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. عذاب القبر للجسد ام للروح؟ للجسد والروح، وأدلة كثيرة جدا. فيأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ إلى آخر الحديث. ما هو التعزير؟ التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، ويكون في ما ليس فيه حد من الحدود أو ما لم يبلغ حدا من الحدود. يعني مثلا إنسان سرق ولم يبلغ هذا المسروق حد النصاب، فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد. عرفت؟ أو كان في شبهة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء. ما هي؟ قال أدلة النقاب، أي ستر الوجه والكفين. منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عرفت؟ فيدنين عليهن، الإدنى يكون من أعلى إلى شنو؟ إلى أسفل. من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف، أي أقرب إلى أن لا تعرف هذه المرأة فيؤذيها المنافقون. عرفتها؟ والمرأة التي لا تعرف هي المرأة التي تغطي وجهها. عرفتها؟ وأيضا قول الله سبحانه وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. العلماء قالوا هذه الآية تدل على وجوب تغطية الوجه والكفين من وجوه كثيرة، لأنه ربنا قال لهم ذلكم أطهر لقلوبكم، ديل الصحابة، وقلوبهن، ديل منه زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحجاب أطهر لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لقلوب ولقلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فنحن حوجتنا لطهارة القلب أشد وأعظم، ولا كيف؟ ولذلك الفطرة والعقل الصحيح والقياس الصحيح يعني يقول بوجوب هذا التغطية الوجه والكفين. قال: نرجو منكم توجيه نصح للمسلمين. قبل أيام نشروا إعلان للفنان حسين الصادق ومعه فنانة مستوردة من الخارج، قيمة التذكرة 5 مليون، فما تعليقكم؟ الغنى يا أخواننا حرام، سواء كان قيمته جنيه أو كان قيمته 5 مليون، لكن لما تزيد القيمة ده دليل على شنو؟ على أن الناس بقوا يجهروا بالمعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى، ها؟ كل أمتي معافى إلا منه؟ المجاهرون. فالإنسان الذي يعني عرف بهذا الباطل والفسق، فده أول حاجة في الشريعة واقع في محرم وكبيرة من الكبائر باتفاق الأئمة الأربعة. نمرة 2، ده شهادته ما مقبولة، يعني ده لو جاء في المحكمة في الشريعة الإسلامية وقالوا لإنسان من هو الذي يشهد لك، وجاء واحد زي ديل فنان، أي فنان سواء كان حسين الصادق ولا غيره، كلهم، فهمت؟ أي فنان سوداني ما سوداني غيره مسلم، وجاء يشهد في المحكمة، القاضي الواجب عليه انه يقول له ارجع، ما عندك شهاده. ليه؟ لانه هو فاسق في الشريعه الاسلاميه. عرفتها؟ واما الاموال التي تصرف، فلو كان هذا الفنان ده بخمسة مليون، لو كان بيقول كلام مباح وما كان فوقه شيء من الفسق ومن تهيج الشهوات وتأجيجه، لكان ذلك من اضاعه الاموال، وكان ذلك من السفه. فكيف إذا كان تضيع ذلك في الحرام؟ عرفته؟ فده كل أخواننا من الباطل ومن الحرام. وديل توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف،
قال يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ها نحن والله نخاف على المسلمين ونحذرهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقع واطة. تلقى الناس القرد والقرد والنبق بعشان تلقاهم اللي بيقول في القرد ذاته قام له ضنب يضحك في داك داك برضو يضحك فوق يا زول قام لك ضنب يقول لي انت ما شايف ضنبك فهمت. وناس ثانيين ربنا يخسف بهم الأرض عرفتها، وناس ربنا يمسخهم خنازير برضو زي ما مسخ ديل القردة. ولذلك أخواننا الواجب على الإنسان إنه يتقي هذه المجالس لأنها مجالس فيها معصية الله سبحانه وتعالى. طيب طيب احنا مالنا ومال ترامب بنا مجلس الامم المتحده الزول ده بقى نصيحه ولا والله انت صحيح فاكسينك اسي على الله كده. نفترض يا اخواننا انه ترامب دار يسمع الفاطي سطر ده، نفترض اسي يسمعك كيف اللودر شغال ونحن شغالين بمايك، يسمعك كيف ذاته ترامب يا ذاته زول عجيب ذاته. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فيا ولد انت الله يهديك يا اخي. ها نسأل الله انه يهديه، نسأل الله يشفيه. ها طيب قال ما معنى كلمة جمل في الآية حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ العلماء ذكروا لها معنيين، المعنى الأول هو الدابة المعروفة، والمعنى الثاني هو خيط السفينة، الحبل بتاع السفينة الكبير ما ممكن يدخل في ثقب الإبرة. فربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب في أخ قال لي علق على الأمور دي سريعا، قال إنه في الزريبة توجد حمامات مختلطة مع الرجال والنساء يفصل بينهما بشوالات الخيش، ما بعرف والله. طبعا ده منكر واضح، إذا ثبت هذا الكلام فده منكر واضح، لكن احنا بنحتاج إلى إثباته، لأنه ما احنا ما بنفتري على أهل الباطل ها عشان نثبت إنهم أهل باطل، احنا ما محتاجين. البرعي ده عنده شركيات أكبر مما إنه لو اتدردقوا عريانين في الزلط، والله بيجي بيقول لك إنه ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. فده كلام كفري عرفته من البرعي ومن السمانية المعاو. لكن الكلام ده إذا ثبت طبعا ده أخواننا باطل عرفته وما بيجوز وده من المحرمات والمأمور المسلم أن يستر عورته إلى آخر. طيب قال إن البرعي لما توفي ما نطق الشهادة، أنا ما بهمنا حتى لو شوف البرعي ده لو تاب وثبتت توبته بالكتب ويعني قال تاب من غير ما يرد على كتبه دي نحن بنرد عليه، أما إذا رد على كتبه دي كله وقال باطل وكده بنقول دي الكتب التاب منها سيدة ونبينها للناس. لأنه حتى الليلة الفنانين خاصة في بلدنا دي وغيرها من البلدان الإعلام الفنان لو تاب أو الزول الضال لو تاب بيقوموا يجيبوا له القديم، تلقى في ناس تابوا كان عندهم زمان أغاني وكده وخلوها، ناس اللي زعما بخلوا يقوموا يجيبوها له ويشغلوها له عرفته. وهو ما تاب من هذا الباطل بل هو دعا إليه وضلل كثيرا من الناس. قال وإنما لما توفي أيضا خرجت منه رائحة نتنة اشتهر شنو كده ما عارف جاء فيها أسماء، المهم ده كله ما بهمنا نحن. وفي في فعلا في قصة زي دي في اليوتيوب لكن أنا ما أدري صحتها من ضعفها، وإذا ما ثبتت نحن ما بنذكر أصلا، لكن نحن بنجيب كلامه الكتب بيده ذاته. إبل المشرفات قال لليوم الآخر، تعرف إبل المشرفات دي قصد بها شنو؟ قصد بها القصائد حقته، يعني زي لما الزول يكون حاجي ويكون زول سايق معاه والهدي بيقوم بيقلدها وبيقوم بيجيها
لعبادة الله. فقال أنا معد للقاء الله سبحانه وتعالى هذه القصائد، قصائد كلها شركية، معدة لشنو أنت؟ فهمت؟ والله القصائد دي تغطس حجرك، القصائد دي تغطس حجرك. فوق دعاء غير الله بكل أنواع وصوره كل موجود. يقول لك إنا بخض في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. يقول لك لذ بالرجال العارفين بربهم كالجيل والبدوي ودقلاش. يقول إلى الطيب المختار، أو إلى مين كده الطيب؟ نسبتي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا. نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، ها؟ نادي الكباشي ونادي المكاشي والسادة السادة أنا عبد ليكم نادى. فتزول من دعاة الضلال والباطل والشرك. طيب قال السلام عليكم ورحمة الله، كيف الثبات على الدين في هذا الزمن الممتلئ بالفتن؟ ده السؤال الأول. والله أولا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أولا. ثانيا بالعلم الشرعي الصحيح من أهله. يعني أنت ذاته لما تأخذ العلم تأخذ العلم من أهله. وهذا الذي وصى به السلف، قالوا إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما تشيل من أي زول ظهر، حتى لو زول تلقاه بيرد على الصوفية وبيتكلم فوقهم وكده وانت بتحد دعوة التوحيد، ما طوالي تسمع له بالمناسبة. ليه؟ لأنه في بعض الخوارج، ما كلهم، بعض الخوارج بيتكلم في التوحيد وبيتكلم في الصوفية. فانت لو مشيت معاه بعد شوية بتبقى داعشي زي الدواعش الليلة ومبارح المصريين الكتلوا، كتلوا لهم واحد ضابط ولا شنو كتلوه في مصر هناك، ديل الدواعش المجارم. فده بيزعم انه بعضهم، ما كلهم، بيزعم انه زول بيتكلم في التصوف و الى اخره. تمشي معاه بعد شيء ينزلك في المحطه بتاع داعش، عرفتها؟ دائما الزول اللي بتلقاه على الحق والصراط المستقيم ما يربطك بنفسه ولا يربطك بجماعه. يقول لك تاخذ العلم من الكتاب والسنه، تسمع كلام العلماء واهل العلم وتتخارج، عرفتها؟ والعلماء علماء معروفين، فهمت؟ علماء موثوقين. أما كل من هب ودب ما تسمع له. كذلك برضو المنتشرين في وسائل التواصل الاجتماعي، يوتيوب وفيسبوك واتساب، ما يزول تسمع له إلا من تثق بدينه وتعلم أنه على منهج صحيح، وحتى عنده منهج صحيح تعلم أنه عنده معلومة صحيحة من كلام أهل العلم وبالأدلة من الآيات ومن الأحاديث النبوية. ده اللي بتاخذ منه. لكن ما تاخذ، في بعض الشباب مثلا بيسمع له مقطع عن التوبة، أو عن إنه شباب كانوا ما بصلوا، واحد بيتكلم عن موضوع الصلاة ودائر الشباب يصلوا، ده موضوع طيب لكن بالحق ما بالباطل. في واحدين دعاة، وديل خاصة دعاة الأخوان المسلمين، ما بكلمك بالآيات والأحاديث في موضوع مثلا لو يتكلم عن التوبة أو كده، بيتكلم لك كل موضوع قصص. يقول لك يا اخي انا والله بتكلم من فلان ده بتكيف منه كيف شديد، خلاص عرفته. يجيك زي نبيل العوضي ده، يجي يقول لك وقد كانت السياره تمشي والشباب مسرعين ومشغلين الاغاني لاخر الصوت، وبعد شيء عترت لا قشه وانقلبت وطارت نظارته، ويبكي الجماعه. شغل بتاع قصص، ما شغل ايات واحاديث. وربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. وكذلك قد يكون عالم ضلاله بقصه زي دي، يقوم يورطك ويركب فيك عقيده باطله زي ما فعل عايض القرن، ها، يطعن في صحابي من الصحابه اسمه معاويه بن ابي سفيان. قال معاويه رضي الله عنه ظلم حق زول وشال قروش و الى اخر، وقال هذا في كنز العمال، ورد عليه الشيخ الفوزان حفظه الله قال هذا في كنز الشيعه، يطعن في الصحابه. فلا بد يا اخواننا انه الانسان يتنبه، ما هي قصه تصدقها، خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي. وممكن يجيب لك رقم الحديث، يقول لك البخاري برقم 1412، لا 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 ما تصدق، عرفته؟ ولا تاخذ منه دين، وانما تاخذ الدين من العلماء المعروفين. طيب، وتتعوذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن، من فتنه المحيا والممات وغيرها من الفتن. ما هي علامات قبول التوبة؟
من هذه العلامات انه يا اخواننا الانسان يتحسن الى الخير والى الافضل، وان زي ما قالوا السلف الحسنة تدعو اختها والسيئة تدعو اختها. فالانسان اذا من علامات قبول التوبة له انه يواصل ويزيد في الطاعة ويعني يترك المعاصي ويترك هذا الذنب الذي كان يأتيه ويترك الذين يعني يؤذونه إلى هذا الذنب. قال أريد بيان في مسألة القنوت في الفجر وهل هو سر أم جهر. القنوت يا أخواننا أول حاجة بكون في النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل اللي هو الدعاء الذي يكون من الإمام ويؤمن عليه المأمومون، ده بيكون في النوازل نمرة واحد. نمرة اثنين بيكون في كل الصلوات ما في الفجر برا. نمرة ثلاثة بيكون مسموع، عرفتها؟ وقد يأتي القنوت بمعنى إطالة الصلاة، وقوموا لله قانتين، وقد يأتي بمعنى الطاعة كما في هذه الآية، قانتين يعني مطيعين، وقد يأتي بمعنى طول الصلاة، ده أيضا من معاني القنوت. فالقنوت بيكون في النوازل. أما اللي بيعملوا الصوفية واحد يقول لك أنا مالكي يا ود الحلال، الموضوع ما إنه أنا مالكي وداك برشلونة، الموضوع في إنه أنا بتبع الدليل وما ثبت به النص من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعصب المذهبي فهذا باطل، والواجب على الإنسان ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال كيف يكون الرياء؟ ما ميزان كتابات دكتور مصطفى محمود في ميزان الشريعة؟ أنا ما قريت للزول ده، وإذا قريت له بنعرف حاله إن شاء الله. أما لكن الشيء اللي سمعت عنه إنه إنسان يعني يفسر على الطريقة بتاعة الإعجاز العلمي مش يهودة، فإذا كان ذلك كذلك فهذا مذهب باطل، لأنه أصلا النظرية مبنية على افتراض بني آدم علمه قاصر. النظرية دي مبنية على افتراض بني آدم علمه قاصر، قد تصدق وقد تكذب، وفي النهاية تفسير لأمور تحدث في الكون. فإذا فسر القرآن بهذه النظريات وجاءت نظرية أخرى وبيّنت أن هذه النظرية باطلة، فيلزم الذي يتخذ هذا المنهج أنه قد أبطل القرآن، ده كلام باطل ساكن. فهي يقول لك وطبعا عندنا المياه دائما لما يكون لونه أزرق لأنه كذا وقد ورد في القرآن كذا وكذا وكذا، من غير تفسير لسلف أو غيره، ده كل أخواننا كلام باطل، ما يعرض الإنسان نفسه لهذه النظريات. قال السلام عليكم، أتمنى أن تتكلموا عن القرآنيين النكرانيين الناكرين للسنة يعني، ومن يدعون التنوير والتفكير أمثال محمد شحرور وعدنان إبراهيم. إن شاء الله ديل بنفرد لهم مساحة وناتي ببعض أقوالهم الكفرية. عدنان إبراهيم ده بيقول إنه ربنا سبحانه وتعالى غلط في خلق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي، اقرأ وربك الأكرم ها الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وربنا سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إلى آخر الآيات والأدلة. فربنا سبحانه وتعالى أبدع الإنسان في أحسن تقويم، فكيف يتجرأ هذا المجرم الملحد على أن يطعن في كتاب الله؟ وخلاصة الزول ده إن أخواننا ما عنده مذهب معين، يعني ما بتقدر تقول عليه شيعي أو شيوعي، الزول ده عنده مذهب إنه أنت تمرق من الدين بتاعك، مرقت بالشيعة، مرقت بالشيوعيين، مركت بغير من الأمور، زول بيطعن في الدين ويطعن في الإسلام ويطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعن في الصحابة ويطعن في كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال أنا في مجموعة في الواتساب فيها محمد علي الجزولي يكفر كل الحكام المسلمين، هل كلامه صحيح؟ محمد علي الجزولي ده فكره نفس الفكر بتاع الترابي، وهو إنسان تكفيري خارجي يؤيد ناس داعش. والله نحن رسالتنا للناس إنه ناس داعش ديل إذا بدوا في المجتمع دي مشكلة كبيرة يا أخوان،
أشوف مما لهم شهرين ثلاثة بدوا في مصر يوميا تسمع خبر جديد. محمد علي الجزولي ده في المنبر فوق قال الزول يمشي مع ناس داعش ودي خلافة راشدة ولبس العمة السوداء، ورط ناس مشوا داعش وهو قاعد هنا قاعد في أركويت بيجاي عنده منظمة. تجيوا يوم الجمعة لابس الجلابية، تجيوا الأيام الثانية كمان بيقري في شنو؟ بيقري في حاجة يسمى شنو؟ التنظيم والإدارة والأمور زي دي، فهمت؟ فعنده معهد زي ده يقريك البلاوي دي. فده زول مجرم وزول إنسان متلون وهو ما مشى، مش ما مشى داعش، ما يو ما مشى زول ده خرطوم هنا ما حصل، خليك من إنه يمشي داعش. فده بيورطوا شباب المسلمين ناس محمد علي الجزولي. شوف أي زول يقول لك الجهاد وما الجهاد، قول له بس أنت أدينا سيلفي مع البغدادي، احنا عندنا التصوير حرام، لكن قول لي رسل لي سيلفي مع البغدادي بلحقك امشي هناك انت، فهمت؟ لكن ده الناس مجارمه، ناس بيلعبوا على الشباب ودارين ياكلوا بالشباب، ياكلوا بهم عيش. طيب قال يقول الصوفيه ان الشيخ التويجري الف كتاب عقيده اهل الايمان في خلق ادم على صوره الرحمن، وقالوا شبه الله بادم، ونرجو منكم تبين هذا الموضوع ورد الشبهة وجزاكم الله خير. صفة الصورة يا أخواننا هي كغيرها من الصفات، ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة دما مهرج ساي ما تشتغلوا به، عرفته؟ أنا والله يا ود الحلال لو بنتمي بداعش كان طيوبك ما لقوا، فهمته؟ أنت لكن لا في ساكت يا ود الحلال، ما في داعش، ولو بقيت داعش زي نوعيتك دي ما بشتغل بها. المهم فالصورة يا أخواننا إثبات هذه الصفة كغيرها من بقية الصفات، لأنه لو سألت الصوفي قلت له هل أنت تثبت لله السمع؟ بيقول لك أي. طيب هل بتثبت للمخلوق البني آدم السمع؟ بيقول لك أي ولابد. طيب هل سمع المخلوق زي سمع الله؟ بيقول لك لا. ليه؟ بيقول لك لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء، أها، وهو السميع البصير. طيب ربنا أثبت لنفسه صورة وأثبت للمخلوق صورة، هل صورة المخلوق زي صورة الله سبحانه وتعالى؟ ربنا أثبت لنفسه يد، ربنا قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه شنو؟ مبسوطتان. وربنا سبحانه وتعالى قال لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدي صفة. وآدم عنده يد، ها، والمخلوق عنده يد، هل يد المخلوق زي يد الخالق؟ ما زيها، عرفته؟ ولذلك الصفة يا أخواننا هذه صفة، صفة الصورة كغيرها من بقية الصفات لا تشابه صفة الخالق صفة المخلوق. واستدل على ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة على صورة القمر ليلة البدر. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة من أول زمرة أن صورة وجههم كصورة القمر، يعني مدور وممسوح، وشهم ممسوح زي القمر، ما فيه لا عين لا نخرة، هل زي القمر؟ ما زي القمر، عرفته؟ ولذلك كونه يثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة فده ما فيه إشكال على قاعدة أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هل أنت تثبت لنفسك نفس بتثبت لنفسك؟ نعم. هل تثبت أن لله نفسا؟ نعم، ربنا قال ويحذركم الله نفسه. طيب ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، هل نفس الله داخلة في كل نفس دي؟ داخلة؟ ما داخلة، لأنه نفس الخالق ما نفس المخلوق. ربنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، عرفته؟ فدي قاعدة أهل السنة والجماعة، قاعدة راسخة، نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، فهمته؟ عشان كده العلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك. شوف زلدة لو قال لك لو أثبتت صفة للخالق وصفة للمخلوق بس بمجرد الإثبات إنه يلزم التشابه، تقول لي هل الله موجود؟
والمخلوق موجود؟ لابد يقول نعم. طيب هل يلزم وجود المخلوق زي وجود الله؟ ما يلزم. طيب إذا وجود الله وجود المخلوق ما واحد، يلزمك واحد من الاثنين، إما أن تثبت وجود الله على ما يليق بالله ووجود المخلوق على ما يليق بالمخلوق، وإما أن تنفي وجود الله. عرفته؟ ولذلك يا أخواننا قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك قاعدة ثابتة، وهذا الكتاب ما فيه إشكال أصلا، لأنه ده مبني، ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. تفسير الآية قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية يعني تأمر الناس بالعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتبعتم ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم عدوا أو سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا هو المقصود بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم ما بأنفسهم. طيب قال: إذا كان أحد العلماء من درس لو ترامب ولا شنو كذا خلونا بيجاي، إذا كان أحد العلماء من أهل السنة والجماعة ويدعو إلى التوحيد إلا أنه انتكس ودخل في بدعة عقدية، هل يبدع ويخرج من السلفية؟ وما الضابط في هذا؟ الضابط ذكره الإمام أحمد وذكره العلامة الشيخ التويجري في كتاب القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ، وذكر مثال له، قال: أرى الرجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، كونك تماشي أهل البدع الدعاة، هذا من الأمور المتفق عليها أنها تخرج الإنسان من منهج أهل السنة والجماعة. عرفته؟ فإذا لقيت إنسان ماشي مع مبتدع، أول حاجة تبين له وتوريه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما يتبين له الهدى حتى بعد ذاك تلحق به، أما قبل أن يتبين له الهدى فلا تلحق به. يقول لك: طيب ده ما عالم، ما عارف المسألة دي، قد يكون هو عارف المسألة لكن عنده فلان ده ما مبتدع، لأنه ما ثبت عنده بأمر يقيني أن هذا الإنسان مبتدع بخبر من الثقات أو بكلام له مكتوب أو مقروء أو ثابت عنه. فإذا ثبت ذلك عنه فإنه يلحق به بعد البيان. ما هي الزينة التي يباح للمرأة إخراجها كما في سورة النور إلا ما ظهر منها؟ إلا ما ظهر منها العلماء قالوا هو الظاهر، يعني أنت أسلين لو جبت قماش وخطيته في السماعة دي بديك شكل مربع، مش ده ما ظهر منها. لو خطيته في المرأة بديك شكل المرأة دي، ده ما ظهر منها. وليس المقصود أن تخرج المرأة زينتها، ده ما المقصود. عرفتها؟ فالشيء أو بعض العلماء قالوا ما لا إرادة لها فيه، جاءت كتاحة شديدة مثلا وشالت منها الغطاء بتاعها وكشفت شيئا من جسدها أو من زينتها بغير قصدها وكان ذلك من غير تعمد، فهذا لا حرج فيه. قال: نرجو شرح الكتب الثانية تلبيس إبليس والتوحيد للشيخ أحمد عبد الوهاب والتدمرية والحموية والصواعق المرسلة في معهد لأخونا الشيخ أبو بكر كل جمعة إن شاء الله، يعني ممكن الإنسان يجي ويواصل في هذا المعهد ويستفيد منه في الشجرة، في الشجرة معهد دودي، عمارة دودي، المعهد مستمر كل جمعة أيوة بتديهم الرقم بعدين. نعم أيوة، الجمعة الجاية في تسجيل، أيوة للمستوى الأول، يعني الإنسان بيستفيد، استفيد فيه آيات وفيه حديث وفيه متون، استفيد في العقيدة، تستفيد في التفسير، في الفقه، في اللغة، في غيرها من الأمور. فالإنسان يحرص يا أخوانا، الإنسان يحرص. جزاكم الله. في سؤال؟ طيب إذا كان ما في سؤال نحن إن شاء الله نختم ونواصل إن شاء الله الأسبوع الجاي أيوة تفضل. رحيم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. فسمعت من أستاذ بتاع دعوة إنه قال من أساليب الدعوة
قال هون زمان في التسعينات ولا ما عارف مشوا الجنوب قبالوا الانفصال دارين يدعوا الناس عشان ما يدعوا الناس قال ما قدروا يتحصلوا على الناس الناس بيفروا يعني بيشربوا مريسة وكذا خلاص ما لقوا فكرة يعني إلا شنو عملوا لهم أزيار بتاع مريسة عشان يدعوا الناس قاموا دعوهم قالوا يا أخواننا يدنا وليمة قال الناس زي اللي من جو شربوا المريسة وقعدوا شوية بعد ما فاقوا بعد ذلك قالوا دعوهم وثاني قال إنه ما يجوز إنه تتكلم في الصوفية والناس قال ما يشتموا الصوفية لأن الصوفية ديل هم أدخلوا الإسلام في السودان فقمت سألته في نهاية المحاضرة قلت له ما حكم الاحتفال برأس السنة السنة الجديدة وتهنئة اليهود والنصارى فقام قال لي ما فيه شيء قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما تشبه اليهود أي ما تشبه باليهود من تشبه بقوم فهو منهم قام قال لي جاب لي آية قال لا أن إحنا قال أولى بالاحتفال من النصارى قال لا قال تعالى قال يا عيسى إني قال لا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قام جاب لي الدليل ده السلام عليكم طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أول حاجة بنشكر للأخ كونه أنكر هذه الأمور وناقش هذا الأستاذ الضال بجدارة وناقشوا بهذه القوة والوضوح والشجاعة والصراحة فنزل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل ذلك في ميزان حسناته وده يا أخوان أصلا الأمة الإسلامية كده ها إنه ربنا سبحانه وتعالى يقيض منها من ينكر هذا المنكر وينكر الباطل وهذا إن شاء الله يدل على الخير الكبير في شبابنا أنهم لا يتركون إنسان ذكر باطلا إلا وردوا عليه ده من الخير الكبير وهذا من أعظم علامات الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل عرفتها فده ده يعني من الأعمال العظيمة والإنسان أخواننا يتشجع زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واعلم إنه أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتلقى شنو معارضات حتلقى معارضات ولكن تصبر وتثبت ده نمرة واحد نمرة اثنين ده يدل عليك على مستوى جامعاتنا دي مستوى ليك والله الله مستوى منتهي مرة واحد يا أخي انت في جامعة أم درمان الإسلامية تجوز للناس الاحتفال بالأعياد تحت النصارى اللي بيجادعوا فيها بالبيض والحاجات الثانية الغير المفيدة ده أستاذ تخيل جابوه هنا في الجامعة دي ويكون خريج وقرأ دين وتلقاه حافظ قرآن ها بيجوز للناس مسائل دي طيب النقطة الأولى إنه ده قال من أساليب الدعوة ما لقوا طريقة ناس مشوا الجنوب ما لقوا طريقة إلا يعملوا مريسة وكده يا أخواننا الغاية السامية لا تبيح الوسيلة المحرمة وإنما هذا مبدأ الكفار مش بيقول لك مبدأ ميكافيلي اللي هو الغاية تبرر شنو الوسيلة فده عند الأخوان المسلمين عرفتها فما بيجوز للإنسان ما بيجوز للإنسان إن أخواننا يبدأ بمحرم وبباطل ولو كان هذا من الدين لبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس قريش ما كان بيشربوا مريسة ها لغاية السنة الثانية أو كم من الهجرة النبوية بعد الهجرة كان الناس يشربون الخمر من المسلمين قبل ما ينزلوا تحريم الخمر فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصنع عليهم الخمرة ده يا أخواننا باطل ما بيجوز طيب يا أستاذ الدعوة لو كان الناس ديل بيستجيبوا لما يجيبوا لهم بنات للزنا هتجيب لهم بنات ده ما سؤال ها
ولو كان ما بيجوا كمان واحدين يكونوا مشاترين مرة واحد، إلا تجيب لهم أولاد يفعلوا فيهم الفاحشة. جيب لهم أولاد، ما أنت دار تدخلهم في الدعوة، دي دعوة شنو دي؟ فده أستاذ ما يليق أن يكون قاطع للجامعة ومارق بغادي، والله الذي لا إله غير. لكن ما نحن في زمن عجيب. طيب، فقال عملوا أزيار مريسة. طيب الأزيار دي بعدين تقول لا الله شنو؟ ربنا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف ده عشان أوريك إنه أسلوب باطل. ربنا قال لك لو داير تفلح تبعد من المريسة. تقوم أنت تجيب المريسة عشان تفلح، عرفتها؟ وبعدين منو قال لك الواحد لما يشرب بس بيشرب كده وبيقعد في محله؟ ده بيشرب ويجي ناطي فيك ويعوقك، فهمت؟ وفي حاجات تانية بتحصل أنت ما سامع الكلام ولا شنو، فهمت؟ الشيخ العباد حفظه الله ذكر مرة قال في واحد، عشان يوريك حرمة الخمر دي، قال واحد الله يكرمك لما خلاص شرب وعقله بقى ماف قام بال في يده، قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ده ممكن يقول فيك أنت ذاتك، فده كلام فارغ ساي يا ناس، ده كلام فارغ وباطل، من أبطل الباطل ومن أبطل الأساليب. ودي دعوة الإخوان المسلمين الفارغ، فهمت؟ طيب لو داير أدعو إنه المريض حرام أسوي ليش نو؟ طيب هذا كلام فارغ ساكت. قال ما يجوز تتكلم في الصوفية لأنهم دخلوا الإسلام في السودان. المعلومتين غلط، ما يجوز تتكلم في الصوفية غلط، دخلوا الإسلام في السودان غلط باعتراف الصوفية. أدخل الإسلام في السودان هم الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصوفية أدخل واحد اسمه تاج الدين البهاري البغدادي القادري كما في كتاب طبقات والضيف الله، من كتبهم هم ذاته، عرفته؟ فده ده أخوانا أستاذ جاهل بالتاريخ وجاهل بالفرق والمناهج. أما قوله إنه ما بيجوز تتكلم في الصوفية، مش ما بجوز إنه أتكلم، الواجب علي أنا إنه أتكلم في الصوفية، واجب أبين إنه الصوفية على باطل، وإنه الصوفية عندهم شرك وعندهم إلحاديات، والواجب علي إنه أفضحهم. وأي داعية ما بيتكلم في التوحيد والصوفية اللي بنقض التوحيد ده فاشل، وإن سمى نفسه سلفي ونحتها على جبهته. تفهم الموضوع ده؟ أي دعوة ما تقوم على الموضوع ده دي دعوة فارغة وفاشلة وباطل. فدي دعوة الأنبياء والمرسلين. ونفس الكلام الأستاذ ده نفس كلام المشركين الأوائل، نفس كلام المشركين الأوائل. لقد جيت بأمر سفهت به أحلامنا. طبعا تخيل، شوف المنبر ده خشل الدكتورة والأستاذ ده جوا الغاعة بتاعته، بقى يحذر مننا من جوا الغاعة. تمدينا هنا ولا ادينا فرصة بنجيك في الغاعة، ما عندك مشكلة، فهمت؟ وتجي تناغشنا وكده ونشوف هل يجوز الكلام في الصوفية ولا ما بجوز. الإمام النووي لو ده أستاذ قرأ، أمشي للمكتبة بتاعت أصول الدين دي تلقى كتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار للنووي صحيح مسلم، تلقى فيه باب ما يجوز من الغيبة ومن هؤلاء الذين يدعون إلى الباطل والشر، فهمت؟ فده واجب. الإمام البخاري قال باب ما يجوز من غيبة أهل الريب والفساد، فهمت؟ فده واجب إنه نبين للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ضلال وبين أمره. هل يجوز الاحتفال بعيد رأس السنة؟ الأعياد يا أخوان عندنا عيد الفطر وعيد شنو؟ الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد للناس أعيادا يلعبون فيها، فقال ما هذا؟ قالوا أعياد يلعبون فيها. فقال إن الله أبدلكم. وإذا جاء المبدل به بطل المبدل، عرفته؟ انتهى خلاص. قال إن الله أبدلكم بهما خير منهما الفطر والأضحى. فنحن عندنا عيدين بس، ما عندنا ثلاثة أعياد، رأس السنة وقعر السنة، ودي كل أعياد بتاعت كفار ومشركين ويهود ونصارى، ناس مجرمين، فهمت؟ قام الدكتور قال استدل بحديث نحن أولى بموسى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى اليهود بيصوموا يوم عاشوراء ويوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منهم، لأن موسى دعا إلى التوحيد وجاء بالرسالة الصحيحة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهؤلاء حرفوا التوراة وحرفوا دين موسى عليه السلام، فهؤلاء ليسوا بأولى بموسى. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ وأما استدلال بقوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذا فيه
أن عيسى عليه السلام له مقام عظيم عند الله يوم ولادته ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب لو بيجوز تحتفل عليه بالآية دي، سلام عليه يوم ولد، طيب قال ويوم أموت برضو السلام عليه، يلا احتفل يوم مات عيسى عليه السلام احتفل، ها؟ أو يوم رفع ويوم أبعث حيا برضو حتقول برضو نحتفل به يوم القيامة؟ ده بيفهم الدين براسه بس. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال والذين لا يشهدون الزور. العلماء قالوا الزور كلمة جامعة يدخل فيها كل مجلس باطل من أعياد المشركين وأسمع كلام أهل الباطل وأهل البدع والضلال ومجالس الغناء والفسوق لغاية ما يدخل فوق الود المشاتر ده، لغاية أبشر الراب ده بيدخل في الآية دي. ما بيجوز إنه الإنسان يجلس في هذه المجالس بتاعت الباطل، لأنه مجالس فارغة ساكت. أسي أنا لو مشيت قعدت لي في سمعت لي شريط فاضي ما أحسن لي من الجنة ده، شريط فاضي أحسن من الجنة ده. ما عنده أي موضوع جايب له بيان قال والوهابية والسعودية. أسي أنت شايفني أنا اسمي فلان الشمري، أنا ما سوداني زيك، أنت موهوم اللينو ده، زول موهوم ساكت فهمت؟ فزول زي ده ما بتضيع معه زمنك، لأنك أنت مسؤول عن كل ثانية وكل زمن وأي حاجة أنت بتتكلم بها أنت مسؤول منها، عرفتها؟ فاستدلال ذلك الدكتور، نحن بنلعب مع الدكاترة يا أخي، أنت زول ليك ساكت، ها؟ أنت زول موهوم ساكت يا أخي، ده زول قاعد في العراق أنت جايب لك بيان ما فاهمه، كالحمار يحمل أسفاره، فهمت؟ كالحمار يحمل أسفاره، ده الناس داعش ونحن تكلمنا هنا عن داعش، الفوق ده اسمه أبو بكر البغدادي، أنت ما فاهم حاجة، أنت زول شايل لك زولكم شنو؟ أنت قايلنا نحن في فتة، قال ده زولكم قال، زول ده مسكين ساكت، فهمت؟ احنا بنلعب مع الدكتور فوق، انت ما فاهم الحاصل يا ود الحلال، انت داير رقيه، والله انا بنصحك لوجه الله داير رقيه، انا بتبرع عليك قلت لك بساعتين من قبل، ما تجد كورك لي انا ساكت يا فهمت؟ فده الدكتور ده كلامه باطل، ما بيجوز الاحتفال بهذه الاعياد. والعلماء قالوا لان الاعياد من شعار الاديان، من شعائر الاديان، واجمع على ذلك العلماء أنه لا يجوز الاحتفال مع النصارى أو اليهود أو المجوس ولا إعانتهم في هذه الأعياد. يعني ما تبيع لك تورتة في اليوم ذاك ولا تبيع له ولا بيضة عشان احتفل بها، ما بجوز لك فهمت؟ ده غير ما فيها من الباطل والضلال إلى آخر، عرفتها؟ في سؤال أو فرصة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذه الجامعة بالجد نعاني من الأساتذة من تحلل وسوء العقيدة. سوء العقيدة، يأتي الواحد ويعرض علينا عقيدة فاسدة كعقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتوريدية أو ما يشابه. كنت في الصف أو في المستوى الأول من هذه الجامعة في كلية الدعوة، جانا أستاذ يدرس مادة التفسير، عرض علينا عندما كان يفسر لنا صورة القصص وقصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وجاء يشرح مسألة العلو، وجاء يريد أن للطلبة أن يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، أن الله ليس في السماء وأن الله في كل مكان كما يقول المبطلون، يريد أن يبين هذه العقيدة الخريبة، وأخذ يقول أن العلو علو مكان ليس علو مكان، أو لا يجوز أن يقول أن يقال عن الله أنه في مكان وكما يقولون. هذا واحد. أما اثنان، حكى لأحد الإخوة أن صاحبا له سأله سؤالا، قال له أوليس الخير من الله سبحانه وتعالى؟ قال نعم، كلام بالسوداني، قال نعم، قال والشر من أين؟ فسكت صاحب، فقلت له هو جيز أني يعني، فقال لي كان ينبغي، كان قال لي إن شنو؟ إنه أنا سكت ما قدرت أجيب عليه. فقلت له كان ينبغي أن تقول له إن الشر من الله ولكن أتى الله به بحكمة،
وإنه يريد أن يقول لك إن الخير من الله والشر من الشيطان، وهذه عقيدة قريبة وهي عقيدة المجوس عليهم لعنة الله، وعقيدة الثانوية كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وأرجو من الشيخ أن يرد على ذلك. والله أخواننا دي مشاكل، انت عارف البلد دي والله دائرة توحيد، تعرف التوحيد ده لو جاء النوعيات زي تلقى ينطط لفوق ما لا تحت، اسي مش الناس بنططوا لفوق ده منطط لتحت، بلد دي ما دائرة توحيد، والله ناقصة توحيد البلد دي، فهمت؟ ويتكلم عن السعودية، السعودية دي والله لو جبت لك كديسة اسي تشنكلك كديسة، بس انت ما فيك روح ذاته تتكلم، فهمت؟ طيب كده نمشي للأسئلة المهمة في صورة القصص في مسألة العلو. قام الأستاذ قال العلو علو مكانه. أولا يا أخواننا العلو يا أخواننا يشمل علو المكانة، علو القدر وعلو الذات، عرفته؟ علو المكانة أو علو القدر وعلو الذات، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو العالي والمتنزه عن النقائص، فهذا علو المكان والقدر، وهو بذاته تبارك وتعالى فوق السماوات وفوق العرش، كما قال الله عز وجل في 7 آيات صريحة في كتابه الرحمن على العرش استوى، وربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأجمع على ذلك العلماء كما نقل ابن كثير في تفسير سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، الآية من سورة الأعراف، وقال ده مذهب أهل الحديث ومذهب السفيانين وابن المبارك وأحمد بن حنبل وغير من أهل العلم من أهل الحديث من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما هذا الأستاذ ما هو جاء بجديد، وأما كلمة إنه ما تثبت لله مكان، كلمة ما تثبت لله مكان هذه كلمة محدثة، وهذه من صنايع المتكلمين الذين أدخلوا هذه التفاهات على المسلمين زي الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرها من الفرق الضالة. يقول لك هل تثبت لله مكان؟ يا خل لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو في السنة ذكر مسألة المكان، يقول لك لا. طيب أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال قال الرحمن على العرش استوى، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سأل الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فكلام الدكتور ده ما عنده أي قيمة، عرفتها؟ أما المسألة الثانية الخير والشر ومن الله سبحانه وتعالى، لأنه لو أثبتنا أن للشر خالقا آخر فقد أثبتنا أن لله شريكا آخر، وربنا خلق الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، عرفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى كما بيّن الأخ نفسه أن الله عز وجل يخلق هذا الشر لحكم عظيمة، حكم بليغة ربنا سبحانه وتعالى، منها ما بيّنها ومنها ما لم يبينه، من الشر النار، النار شر، النار دي بتحرق، لكن فيها فوائد، من فوائد إنه الإنسان يعني يطهو بها طعامه ويستفيد منها في الصناعات إلى آخر، عرفته؟ البكتيريا برضو هي من الأمور من المخلوقات التي فيها الشر، لكن برضو بيجوا يستعملها في استعمالات طبية، عرفته؟ فربنا سبحانه وتعالى بيخلق هذه الأمور لحكم عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما المسألة القبيل نختم بها الذكرى هذا الأبسيل كان فاصل، فهمتها؟ هي مسألة الباسطة واللبن. أما مسألة اللبن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم غيره من الطعام مقامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب لبنا قال اللهم
بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. ده الدليل بتاع اللبن، حديث يا بسيلك، فهمت؟ وأما الدليل الباسطة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، فهمت؟ تأكل الحلوى وتشرب اللبن وتجغم الصوفية ونخلي ده قاعد براه إن شاء الله، وجزاكم الله خير.